قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اختبار كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ قصيرة المدى مؤخرا لا يشكل انتهاكا لاتفاقية سنغافورة. وفي تغريدة له عبر موقع تويتر، أشار ترامب إلى أن النقاشات التي جرت بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم تتطرق إلى مسألة الصواريخ قصيرة المدى، وأوضح أن الرئيس كيم لديه رؤية وصفها بالرائعة من أجل النهوض ببلاده، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة تحت قيادة الإرادة الأمريكية الحالية.